متأثرة أنا قوي بتفرج على الأغنية، خدت بالك؟ عايز أحيي زملائي الحقيقة، اليوم النهاردة أكثر من رائع، حتى الفيديو اللي اتعرض دلوقتي مفيش مستحيل. فكرة إن مفيش مستحيل، فكرة تنظيم الوقت، مش عايز أتعرض لفقرات معينة بعينها، ولكن فقرات النهارده جميلة جدا. كلها بصراحة. كلها جميلة جدا، مفادها في الأول وفي الآخر حقق اللي نفسك فيه، إنك تقدر تحقق كل اللي نفسك فيه بس بشوية تنظيم وشوية تركيز، حتى لو كان من خلال الفن، من خلال الأدب، من خلال الروايات، من خلال الشعر، من خلال الطيران، من خلال الرياضيات. حقق كل اللي تقدر تحققه وتحلم بيه وتفكر بيه وتحبه، بس نظم وقتك. بحلم بوزارة للطفل، وزارة للطفل تكون معنية بشؤون الطفل، فكنت بكلم مع الدكتورة عاملة الألفي، وده حلم نفسنا انه يتحقق، لانه متهيألي اهتمام مصر بأطفالها الأجيال اللي جاية، والأجيال اللي جاية متهيألي ده أهم حاجة. أشرف، أنا كنت سعيدة جدا معاك النهاردة. اليوم جميل جدا. أنا شخصيا استفدت كمان وحسيت براحة نفسية غير طبيعية، وأكيد دينا لها فضل برضو في الموضوع ده. بشكرك جدا وبتمنى لك يوم جميل، وبنشكركم طبعا على حسن المتابعة، وبنشكر كل زمايلنا طبعا في الإعداد والتصوير والإخراج، وكل الناس يعني تعبت معانا النهاردة، ونشوفكم بكرة وكروا عمل جديد. على خير، سلام.